نهاما يعلن عن أول تحالف حكومي بتاريخ النمسا منذ العام 1945. شركة أوينفاو تبدأ إنتاج الغاز من البحر الأسود بعد انقطاع المورد الروسي. تغيير عناصر بعثة يونيفيل في لبنان بقيادة امرأة للمرة الأولى. زيادة مرتقبة في تكاليف الكهرباء والغاز بدءا من يناير 2025. السوريون يتصدرون أعداد طلبات اللجوء والحاصلين عليه. دراسة تكشف عن تغيير اللاجئين مكان إقامتهم بمعدل أعلى من غيرهم. والنمسا تستعد لتساقط الثلوج ابتداء من الأربعاء وصولا إلى فيينا. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وإلى حضراتكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت أحزاب الشعب والاشتراكي الديمقراطي والليبراليين الجدد عن بدء مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية ثلاثية بعد الانتهاء من مرحلة الاستطلاع السياسي. وأكد رئيس حزب الشعب كارني هامر أن الهدف هو تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية مع التركيز على الاقتصاد والرفاهية والهجرة. من جانبه شدد أندرياس بابلر على أهمية التعاون لمواجهة تحديات مثل التضخم والهجرة، بينما أكدت بيات ماينر رايسينجر على تحسين التعليم وتعزيز رعاية الأطفال. ورغم الأهداف المشتركة برز خلاف حول الضرائب، فيما تبدأ المناقشات التفصيلية من يوم الخميس. أعلنت شركة النفط والغاز النمساوية أوينفاو عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقولها في البحر الأسود، حيث أكد بيان نشرته أن مشروع نيبتون ديب يسير وفق الخطة عبر شركتها التابعة أوينفاو بيتروم. وأوضح البيان أن هذا الإنتاج سيساهم في تأمين احتياجات النمسا من الغاز الطبيعي بعد توقف شركة غاز بروم الروسية عن التوريد بموجب عقد طويل الأجل. كما أعلنت أوينفاو بيتروم عن وصول منصة الحفر ترانس أوشن بارينتس إلى ميناء كونستانتا في رومانيا، فيما صرحت كريستينا فيشر بأن المشروع يعزز الاستقلال الطاقي للنمسا ويسهم في النمو الاقتصادي. أعلنت وزارة الدفاع النمساوية بدء عملية تناول قواتها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان يونيفيل وسط توتر أمني متزايد. وشهدت ثكلة كوستندورف حفل وداع رسمي ل 81 جنديا بحضور وزيرة الدفاع كلوديا تانر، حيث عينت العقيدة ماريا إيدر قائدة للكتيبة النمساوية لأول مرة لتقود فريقا يضم 71 رجلا وعشر نساء. وتركز مهمة البعثة على مراقبة وقف إطلاق النار في ظل تصعيد التوترات بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023 ورد إسرائيل، فيما أكدت تانر ضرورة حماية القوات في وقت انتقدت فيه إسرائيل دور البعثة، معتبرة أنها تستخدم كدروع بشرية من تنظيم حزب الله. كشفت هيئة تنظيم الطاقة النمساوية إي كونترول عن زيادات مرتقبة في تكاليف شبكات الكهرباء والغاز اعتبارا من يناير 2025، حيث يتوقع أن ترتفع رسوم الكهرباء للأسر بنسبة 23.1% ورسوم الغاز بنسبة 16.6%. ومن المتوقع أن تسجل النمسا السفلى وفيينا أكبر زيادات في رسوم الكهرباء بنسبة تفوق 30%، بينما ستسجل كارنتين أعلى رسوم للكهرباء بين المناطق الكبرى. وفيما يخص الغاز ستسجل النمسا العليا أعلى زيادة بنسبة 29.4%. ورغم توقف واردات الغاز الروسي، أكدت الحكومة النمساوية أن مخزونات الغاز كافية، ولا يتوقع حدوث اضطرابات في الإمدادات خلال الشتاء الحالي والمقبل. سجلت طلبة اللجوء في النمسا ارتفاعا ملحوظا خلال أكتوبر مع تقديم 2459 طلبا بزيادة 600 طلب عن سبتمبر، إلا أنها انخفضت بنسبة 76% مقارنة بأكتوبر 2023. وبلغ إجمالي الطلبات لهذا العام 22,000 طلب بتراجع نسبته 61% عن العام الماضي، حيث كان 58% منها لذكور وأكثر من نصفهم تحت سن 18 عاما،
نتيجة لزيادة لم الشمل العائلي بداية العام، فيما احتلت طلبات اللاجئين السوريين الصدارة ب 12 ألف طلب، وتم منح اللجوء لأكثر من 14900 شخص وحماية فرعية ل 6600 آخرين. دولياً، تراجعت النمسا إلى المركز السابع أوروبياً، وسجلت أوروبا زيادة 14% في عبور الحدود غير القانوني. وفي دراسة أيضاً جديدة أظهرت أن اللاجئين في النمسا يغيرون مكان إقامتهم بمعدل أعلى بكثير من الأشخاص غير النمساويين الذين لم يفروا من بلدانهم. وأوضح الباحثون من مركز علوم التعقيد في فيينا أن اللاجئين يغيرون مكان إقامتهم بمعدل 3.8 مرة أكثر من غيرهم. وأشارت الباحثة علا علي إلى أن الاستقرار في مكان واحد مهم للتكيف مع الحياة اليومية، بينما تعد كل عملية انتقال عبئا اجتماعيا وماليا. كما أظهرت الدراسة تفاوتا في عدد مرات الانتقال بين الجنسيات، حيث كان اللاجئون السوريون يغيرون مكان إقامتهم أكثر من غيرهم. وإلى الطقس، حيث أشارت التوقعات الجوية في النمسا إلى هطول الثلوج في مناطق منخفضة اعتبارا من يوم الأربعاء مع انخفاض حدود تساقط الثلوج بين 200 و 600 متر. وستشهد الأيام القادمة درجات حرارة منخفضة حيث تصل إلى 4 درجات مئوية في أعلى مستوياتها، مع درجات حرارة تحت الصفر صباحا في يوم الاثنين. وستشهد النمسا تساقط أمطار في الشمال والشرق مع درجات حرارة تتراوح بين -4 وزائد 5 درجات مئوية. وفي الأربعاء ستنخفض حدود الثلوج إلى 200 إلى 600 متر وصولا إلى فيينا، مع رياح قوية تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة في المناطق المرتفعة. ومن المتوقع أن يستمر الطقس البارد حتى نهار الجمعة. ومع نهاية نشرتنا، أشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، وأذكركم بضرورة تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا أدهم اللجي، أطيب الأوقات وإلى اللقاء.